البحر اكل الحديد، ايش صار في الناس؟ احنا انا كنت قد هيك 3 مرات. لا والله كان 104 كيلو وزني، يا الله. اليوم يمكن بس 45 75. الله يزيدك صحه وعافيه يا رب. هذا خيمة ابني، يعني هو راح يملي ميه الحين، هجا دور الميه، هاي راح يغلي ميه كان موجود. هاي خيمته، شايف ايش تلقى؟ هذه ميه، تلقى لا ميه ولا ريح ولا مطر ولا شمس ولا حاجه بتلقى. كيف بدنا نطلع؟ يعني نروح وين ونحط هذه؟ وين هذه؟ لو اخذناها على مطرح ثاني بتضلش ولا حاجه، يعني هذا حيتمزع كله هيتو. شايف؟ حيتمزع كله هيتو. ف انا لله وانا اليه راجعون، ايش نسوي؟ تقلبت الحياه، تقلبت من بطون ارض عندي انا ضار 200 متر، انا جيت على خيمه شرايط مترين يعني قول 3 في 3. هذا الموجود، ايش يسوي؟ الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكر فضله، هذا اهم شيء. لكن انت بتحاول تضحك، هذا هو المشهد الحقيقي، ولا انت بتضحك بتخفي شيء ثاني؟ من اللي غام اللي معك، من كل اللي معك، ايش تسوي؟ بدك تضحك غصب عنك، هذا هو، بدك تضحك. اما بكي هو مضحك، لو عيطت على الفاضي مين حيرحمك؟ ما حدش راحمك. بتكابر على الفاضي، فاضحك وعيش الدنيا وخلاص زي ما هو، هيك ولا مش هيك، ربنا رايد الحمد لله.